معلش يا دكتور، انا عايز اسالك سؤال هو بعيد شويه عن ازمه منتصف العمر. في شباب كتير جدا بيتجوز، في شباب كتير جدا زي الاسبوع اللي فات عنده مشكله ان هو خايف انه يرتبط طبعا، او عنده رعب من الالتزام او الارتباط. وفي شباب كتير بيتجوز وبعدين يقول لك ايه ده، انا اتجوزت، هل ده الشريك ده صح ولا انا هكمل معاه ولا انا هنتطلق ولا، وخصوصا معاه تجارب اصحابنا اللي حوالينا. هاجس، فبيبقى عايش بالظبط، عنده هواجس كتير جدا. ازاي اعرف ان انا في علاقه صحيه وعلاقه سليمه وعلاقه كويسه؟ انا هبقى عامله ازاي؟ حلوه، فاهم سؤالي؟ حلو قوي. انا اولا يعني فكره بس ان انا بسمع للي حواليا فبصدق كلامهم. يعني احيانا كتير بنبقى عايشين جوه الحاجه ومقتنعين براي الناس اكتر من اللي احنا شايفينه. كارثه طبعا، يعني بصدق وداني اكتر من اللي انا شايفه واللي انا عايشه. صح، تمام. فكلام الناس بالنسبه لنا هو راي استشاري وليس الزام عليا. مش كل كلمه بتتقال حواليا صح، ومش كل منظور حواليا سليم، مظبوط، ومش كل ميزان سليم، فما اوزنش كل اموري عند افكارهم. ده رقم واحد. ماشي. بالنسبه له هو بقى عشان يشوف انا في العلاقه دي انا كويس ولا لا، محتاج ادور على حاجه واحده بس، انا شبعان ولا لا، يعني حاسس ان انا من جوايا مطمن ولا لا. مطمن يعني ايه؟ يعني بحب اقعد مع الشخص ده، بحب الشركه بتاعته، بحب ان احنا نقعد مع بعض حتى لو بنتخانق، فخناقاتنا بنعرف نطلع منها بشكل صحي، مش بنهين بعض، مش بنأذي بعض، مش بدور طول الوقت ان انا ازاي اخون او هو الطرف التاني بيخون. فاحنا عندنا شكل صحي للتواصل. لو التواصل ناجح فدي علاقه ناجحه، لو انت شبعان فيها ومطمن فدي علاقه ناجحه. حلو. لكل البنات والشباب اللي سامعيننا، لو علاقتكم كده خليكم مع بعض، اوعوا تسيبوا بعض. صح كده.